بداية أهلا وسهلا بقناتكم الكريمة وشكرا على الاستضافة. طبعا تأجيل الانتخابات لم يأتي من فراغ، ولكن نتيجة ضيق الوقت اللي كان محدد للمفوضية العليا للانتخابات واللي كان مقرر في 30/5، لكن هذا الوقت لم تتم أو تتخذ كافة الإجراءات أو يتم الانتهاء من التحضيرات اللازمة لخوض هذه العملية الانتخابية. فهناك بعض الأعمال لم تنجز بعد، فتم النقاش بين المفوضية العليا للانتخابات متمثلة بالرئاسة مع الرفاق وشرح ضيق الوقت طبعا لدى المفوضية، ومن أجل تحقيق الهدف الأساسي الذي تصبو إليه هذه الانتخابات ونجاحها بشكل جيد، تم تأجيل هذا الموعد لموعد يوم 11/6 لتستكمل كافة التحضيرات لهذا العرس الذي ستشهده الإدارة الذاتية في 11/6. فإذا كان التأخير أو التأجيل هي حالة صحية وليست فيها أسباب سوى الانتهاء من استكمال التجهيزات والتحضيرات لإنجاح هذه العملية. نعم. طيب، حسب رؤية المفوضية العليا للانتخابات وحضرتك يعني رئيس مكتب الرقابة والطعون في المفوضية اليوم، ما هي الصعوبات أو التحديات التي تواجه المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق في موعده المحدد وأن يكون على أكمل وجه؟ الحقيقة من الأسباب اللي استدعت للتأخير أو التأجيل هو كان في هناك مشروع للتقسيمات الإدارية، أحدثت مدن جديدة وبلدات جديدة، أقرت يوم الجمعة اليوم الجمعة الماضي هذا، فتم التوافق على هذه التقسيمات والتصويت عليها، فتم نشرها إلى باقي المقاطعات. فهذا يتطلب عندما أحدثت مدن جديدة وبلدات جديدة، هذا يتطلب إلى إجراءات وتحضيرات أخرى زيادة عن ما كنا متوقعينه. فهذا هو أحد الأسباب اللي أدت إلى التأجيل. يعني حضرتك ذكرت أنه يعني تم هناك بلديات جديدة يعني أو بلدات جديدة عفوا، إذا ما تعطينا لمحة عن عدد البلديات في التي سيتم انتخابها، عدد الناخبين، الشروط التي يجب أن تتوافر لدى المرشحين من كل حزب أو تحالف، لمحة بسيطة عن الانتخابات بشكل عام، البلديات، الناخبين والمرشحين. طبعا المفوضية العليا بعد تشكيلها تم تشكيل لجان في المقاطعات، في مقاطعات شمال إقليم شمال وشرق سوريا 7 مقاطعات. فهذه المقاطعات تم تشكيل فيها لجان، عدد أعضاء هذه اللجان 8 أعضاء. هؤلاء الأعضاء يقوموا أيضا بتشكيل لجان في المدن، عددهم من 12 ل 14 عضو. أيضا لجان المدن كمان تشكل لجان ضمن البلدات والبلديات، تعداد لأعضاء اللجان هاي بالبلديات والبلدات حوالي 10 أعضاء. طبعا هناك في شروط للناخبين، شروط للمرشحين، منها غير محكوم، أتم 18 من العمر، يعني يمتلك الحقوق في الترشيح، غير محكوم مثل ما تفضلنا وحكينا، أيضا يكون يعني ما في عليه عنده أي إشكاليات من ضمن المنطقة اللي هو فيها مرغوب فيه يعني، أو عليه إشكاليات حتى تكون عشائرية أو قبلية موجودة مرفوض من هذه الجهة. فإحنا أثناء ما تقدم هذه الطلبات، طلبات الترشيح، بده يتحدد موعد لاستلام طلبات الترشيح، يمكن بكرة، يوم بكرة يتحدد استلام طلبات الترشيح. فتدرس هذه الطلبات بدقة من قبل اللجان المشكلة، ومن ثم ترسل
هذه الطلبات إلى الأمن، إلى أجهزة الأمن العام أيضا لدراستها. فأي شخص مقدم للترشيح وعليه أي إشكاليات يرفض طلبه. هاي بالنسبة للمرشحين. أما عدد الناخبين طبعا تتراوح بين كل منطقة حسب الكثافة السكانية. لا يحضرني الآن العدد الناخبين حاليا، ولكن هي مجهزة ضمن لجان المقاطعات اللي مشكلة. أشكرك جزيل نعم. الشكر لكل هذه الإيضاحات والمعلومات من سوريا، أحمد عايد الخلف رئيس مكتب الرقابة والطعون في المفوضية العليا للانتخابات، شكرا جزيلا.